ريم، أكيد كلنا نعرف أنه مشاركة الأفلام مع الأشخاص المقربين تساعد في الاستمتاع بمشاهدة الفيلم، ولكن أي فيلم تشوفه مين تختار ومين الشخص اللي يكون يتابع معك؟ حنا بفقرتنا لليوم اخترنا لكم مجموعة من الأفلام اللي ننصحكم فيها وبنقول لكم تابعوها مع ناس أصدقاء مقربين منكم. وأول فيلم عندنا اليوم Don't Breathe، وقصة تدور حول مجموعة من أصدقاء اللصوص اللي يعيشون في مدينة مهجورة. تتغير حياة هؤلاء الأصدقاء لما يسمعون عن رجل ضرير غني يعيش الحالة بنفس الحي، ويعتقدون أنه يمتلك مبلغ ضخم من المال في منزله. صحيح نادر، وبعد كذا بيقرروا الاقتراب من المنزل اللي يعتبر آمن زي ما ظنوا، ويدخلوا لسرقة المال. لكن هذه السرقة بتتحول من سرقة بسيطة إلى كابوس مرعب لما يبدأ الرجل في محاولة القضاء على الأصدقاء اللصوص والتصرف معاهم بوحشية، وبيجدوا نفسهم في معركة من أجل البقاء على قيد الحياة وكشف الحقيقة وراء المنزل والرجل الضرير. في كثير من الأسباب اللي تجعلنا نشاهد هذا الفيلم، فيلم Don't Breathe، مع الأصدقاء، منها أننا ما نشاهد الأفلام اللي مرعبة لحالنا يا نادر، نحاول نتشارك مع بعض بعض الأحداث اللي ممكن تصير، والرعب يكون كذا فيه تأثير خفيف لما يكون معاك بعض الأشخاص المقربين. صحيح ريم، أكيد بعض الأفلام اللي فيها رعب تابعوها مع أصدقائكم مع أخوياكم، خلوكم تخافون مع بعض وتعيشون الجو مع بعض. خلونا نتابع. والله مساكين هالأصدقاء، نسميهم يا ريم أصدقاء القرادة. يعني الشخص اللي نصحهم ودلهم وفي البيت يسرقونه، ما علمهم وقال لهم إن هالضرير الشايب هذا يعني محارب سابق وعنده يعني قوة بنيانية وجسمانية، فراحت عليهم يعني طاحوا ما حد سمع عليهم. هذا النوع من الأفلام يناسب الأشخاص اللي يحبوا أفلام اللي فيها إثارة، فيها شوية غموض. أنا بالنسبة لي صراحة أتوتر، أفضل الأشياء اللي شوية يكون فيها كوميديا. عشان كده خليني أقول لكم عن فيلمنا الثاني Murder Mystery، اللي تدور حول نيك سبادكس الممثل آدم ساندلر وزوجته أودري الممثلة جينيفر أنستون، اللي يقرران السفر في عطلة استجمام إلى أوروبا للاحتفال بذكرى زواجهم 25. ومع ذلك فإن هذه العطلة الرومانسية بتنقلب رأسا على عقب لما يتورطوا في جريمة قتل غامضة، ويجب عليهم استخدام براعتهم وذكائهم لكشف اللغز وإثبات براعتهم. أكيد ريم، قصة الفيلم تتطور خصوصا العلاقة الزوجية بين الزوجين واكتشافهم للعديد من الأسرار والمؤامرات برحلتهم. بالرغم من الإثارة والتشويق، يتم دمج بعض اللحظات الكوميدية الطريفة في الفيلم اللي تخليك تكون مروق ومستمتع، وبرضو في إثارة بشكل أنسب. هذا النوع من الأفلام ما نادر بيناسب الأشخاص، يعني بيناسب أن زوجين يشاهدوه، لأنه مثل ما قلت بتتطور الأحداث، بنشوف كيف علاقتهم بتتطور مع الأحداث الغامضة مع الأحداث المثيرة اللي بتصير، فتتطور علاقة الزوجين. فصراحة ننصح الأشخاص أنهم زوجين يتابعوه مع بعض، وكمان الحلو أنه في كوميديا. خلينا نتابع التريلر. Crashing the party with civilians. I am Nick Spitz. This is my wife, Allison. I can't believe... Audrey. I'm Audrey. I said Audrey! Did you ever fool around on a boat? I just lay here and the boat does all the work. There's been a murder! Should we pull it up? No, it's a foot long now. Will you listen to my husband? He's a detective. I'll put it back. Don't put it back. My name is Inspector Laurent Delacroix. We'll now summon you for questioning. Why is that smoke ring so good? How did he do that? Did you notice anything out of the ordinary? The American. But we didn't do this. Someone's trying to frame us. We do things together, so can we please just figure this out? It's just like death in the library. What happens in death in the library? They died. That's why it's called death in the library. You guys are all over the news. They said you killed someone. Do you think that's possible? With your aim? Shoot at him! Those were warning shots, honey! If we're gonna do this, we gotta look confident. Boom. Go, go, go! Ferrari! What? Testarossa! Magna Fiance! Oh, it's a fantasy! What the... Are you kidding me? I'm so sorry. I don't know what to say. Go, go. Look what you made me do. You have any idea how gorgeous you look? Get to me. يعني أنا نادر دائما
دائماً الأفلام اللي بتجمع الممثل آدم ساندر بالممثلة جينيفر أنستون أشوفها دائماً بتكون حلوة، ودائماً لو بنلاحظ يكون فيها كده دراما مع شوية كوميديا، وأتوقع يعني الكيمياء اللي بينهم مرة حلوة في الأفلام. أكيد ريم، خصوصاً لما يكونون أزواج ويتابعون الأفلام هذه راح يتعرفون على زوايا أكثر وأشياء غامضة، ولكن الأهم إنه فيها كوميديان شوية طلعهم شوية عن يعني مشاكل البيت إذا في مشاكل.